لإخواتي وبنستكمل رحلتنا وبحثنا وتدبرنا عن إن نجح الدجال في إقناع الثلاث طوائف بالانفصال عن بعضهم البعض، مع إن ربنا سبحانه وتعالى في القرآن فاضح الانحرافات اللي الدجال قدر يعملها على الثلاث طوائف. بس عشان الناس ما بتقرأش القرآن، دي نمرة واحد، وبتقرأه من منظور ناس تانية سواء عن قصد او عن عمد. نجح الدجال في نشر المفاهيم دي وتعميمها على عقول العامة، فبقى من الصعب تكسيرها وإذابة جبل الجليد زي ما بيقولوا، عشان يجي المهدي يردهم لكتاب الله. ده المهدي كل مهمته في الحياة، لما ربنا هيصطفيه، ده من وجهة نظرنا طبعا، كل دوره في الحياة انه هيقول للناس، تخيل انه يحاول يقنعهم انهم يرجعوا لكتاب الله. تخيل، شوف مدى الصعوبة انك تقنع واحد بالصح، بس في زمن اتعكس فيه الصح وزاد فيه الطغيان وبقى الميزان مختل، بقى المعوج اكتر من العدل، بقى الظلم اكتر من العدل، بقى ظلم الانسان لاخيه الانسان في منتهى الوقاحة. وده اللي احنا بنشوفه دلوقتي، احنا بنشوف الناس دلوقتي بتشتري أسلحة وبتدمر شعوبها وبتدمر بلادها وبلاد الآخرين لمجرد نصر زائف أو لإعلاء اسم دولته أو لإعلاء لواء الدجال، مع إن الخير اللي موجود في الأرض ربنا سبحانه وتعالى جعله لسكان الأرض لإعمار الأرض وإصلاحها، ومش كده وبس، وجعلكم شعوبا متشعبين وقبائل لتعارفوا. ده احنا جايين الدنيا في رحلة بسيطة ورحلة قصيرة، نتعرف على بعض ونشوف أفضل وأحسن ما أنزل الله ونتبعه. بس عشان الدجال زي ما قلت لعب على كل المفصلات في كل ديانة، لدرجة إنه خلى كل ديانة تكره الملة التانية، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، خلق جوه كل ديانة مذهب وطائفة ومذاهب متناحرة، ويجي هو عشان يبقى هو القاسي الكبير اللي يجمع التلاتة مع بعض. فعشان كده التلاتة المغفلين اللي بينظروا بعينيهم الخارجية، اللي ما عندهمش بصيرة، اللي ربنا ما بيخاطبهمش في القرآن إلا بالكثرة التي لا تعقل والتي لا تسمع، هيتبعوا الدجال وهم مغمضين. ليه؟ لان هو من الاول لغى عقله اللي ميزه بيه ربنا عن الانعام وحطه في التلاجة وسلم المفتاح بتاع التلاجة لواحد اهل علم، قالوا ان اطعنا سادتنا وكبراءنا، ادي واحد، فاضلونا السبيل، ادي واحد. نمرة اتنين، استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. نمرة تلاتة، قالوا ربنا ارنا اللذين اضلانا من الجن والانس، احنا عايزين نفرتكهم يا رب، واديهم ضعف من العذاب وضعفين من العذاب. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. يعني ربنا سبحانه وتعالى نزل القرآن ونزل التوراة ونزل الإنجيل، والتلات نسخ الأصلية موجودين دلوقتي عشان ما فيش حد يجي يحاجج ربنا سبحانه وتعالى، ومع ذلك الناس مكسلة تقرأ. واللي بيقرأ بتلاقيه في وسط الميزان المعكوس ده، وان الاكترية بقت لاغية عقولها ومسلمة عقولها لاهل العلم واهل الدين من كل طائفة، وان اللي بيحاول يقرأ بيكتشف ان في كيان موازي مناقض تماما لكتاب الله. يعني لو في حد قرأ كتاب الله وحاول يتدبر كتاب الله هيجد ان في صدام عنيف اصبح موجود دلوقتي في الكيان الموازي اللي المفروض انه بيقول انه ينتسب لدين الله، فتجد ان في صدام غير طبيعي في المفصلات الاساسية، في اساسيات التوحيد، في اساسيات العقيدة. ربنا بيقول الله الصمد والله احد ولا شريك له، لا شريك له، يعني مفيش حد بيشرك شريك مع ربنا في حكمه، ان الحكم الا لله. وتجد في الدين الموازي لا، ده في شريك وفي شفيع وفي مخلص وفي منقذ في كل الطوائف. والله اسلام للمسلمين يعني اتباع سيدنا محمد، وللمسيحيين اتباع سيدنا عيسى، ولليهود اتباع سيدنا موسى. طيب ربنا لما يحب يقيم الحجة من رحمته، بس والله ده من رحمة ربنا انه هيبعت نذير للعالمين، عشان نعرف ان القرآن مليان خطاب للمهدي، بس عشان احنا ما بنقرأهوش
دي نمرة واحد. نمرة اتنين زي ما قلنا بنقرأه من منظور ناس تانيين. طب نقرأ كتاب ربنا سبحانه وتعالى اللي منزله والله للفلاح البسيط، لأي حد قاعد بس يقرأ كده. يعني لما نيجي نقول بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، عبده مش على رسوله، على عبده. ليه يا رب؟ ليكون عبده دوت للعالمين. للعالمين ده يعني ايه؟ يعني مجموع الناس اللي موجودة في الأرض. نذيرا. والنذير زي ما قلنا يا جماعة الخير، لو حد تعب نفسه وراح بس كده بس في المعجم وشاف معنى كلمة نذير، هيلاقي ان النذير غير مبلغ. النذير ده اللي جاي يبلغك قبل حدوث الكارثة، قبل نهاية العذاب، قبل نهاية الأيام والساعة اللي احنا عايشينها في الدنيا، قبل اقتربت الساعة وانشق القمر، قبل اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، قبل يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. فأدي النذير للعالمين. طيب لما نيجي نقول الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، ولما حد يجي يقول لك إن الكتاب هو القرآن تروح ردد عليه بالقرآن، مش ترد عليه بوجهة نظر شخصية ولا بالكلام، تقول له ايه على لسان سيدنا عيسى قال اني عبد الله اتاني الكتاب. يبقى لو انت هتعتقد ان الكتاب هو القرآن، فاذا القرآن مع سيدنا عيسى، واللي ربنا اداه لسيدنا عيسى هو الانجيل. طيب لما ربنا سبحانه وتعالى في سورة مريم يقول يا يحيى خذ الكتاب بقوة، ادي الصبايا المندقية يا عم، عشان بس ربنا سبحانه وتعالى رحيم والله، والله العظيم ربنا ارحم بينا من انفسنا. الحق والعدل ان ربنا يسيبنا في ضلالنا. ليه؟ لان مدينا عقل مميزنا عن البهايم، وربنا اللي قال علينا كده انهم الا كالانعام بل اضلوا سبيلا. يعني البهايم بتفهم عننا. البهايم ليه البهايم بتفهم عننا؟ لان البهيمة عندنا في الفلاحين مجرد انك تعرفها مكان الغيط مرة واتنين تسيبها تروح لوحدها وترجع لوحدها. والله العظيم في الفلاحين عندنا بنعمل كده. تخيل بقى انك انت معاك كتاب ربنا وما في حد بيقنعك ان كتاب ربنا ده انت مش هتفهمه، مع ان ربنا اللي منزله ليك زيك زي غيرك، وما قال ما فيش حاجه اسمها اهل علم وشيوخ علم ورجال دين، دول عواطليه مش من كل الطائفه، والله انا لا اقصد طائفه معينه، دول عواطليه. عواطليه يعني ايه؟ بياكلوا اموال الناس بالباطل. ربنا ما خلاش حد يستنفع من الدين، ما فيش حد اسمه راجل دين، ما فيش حد اسمه راجل علم دين، وإلا كان ربنا سبحانه وتعالى خلى سيدنا النبي وسيدنا عيسى وسيدنا موسى ياخدوا أجرة على دعوتهم للناس. كان أولى الناس إن هي تاخد أجرة، كل ما أسألكم عليه من أجر إني لكم نصح أمين. ده كل خطابات الرسل النصح والبلاغ المبين، وما علينا إلا البلاغ المبين. إنما الدين الموازي أقنع الناس إنك أنت لا، ده أنت ما ينفعش تدخل الدين وتخرج منه، ما ينفعش تبقى فيه طائفة بروتستانت وطائفة كاثوليك، ما ينفعش تبقى مذهب شيعي ومذهب وبعدين تروح للسنة، ما ينفعش أصلا تخش من الملة دي وتخرج من الدين ده وتخرج. ده ربنا سبحانه وتعالى يعني سمح للكل إنه يعمل اللي هو عايزه في الدنيا، وبعدين يا رب ثم يوم القيامة ينبئهم، ثم يوم القيامة يفصل بينهم. ألا يعني ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيحاسب الناس؟ يعني الرسول معلهوش انه يروح يقتل الناس ويسفك دماء الناس عشان يكرههم على الدين وانهم يدخلوا الدين ويعتنقوا الدين؟ ربنا سبحانه وتعالى قال لا الرسول لا اكراه في الدين، وما انت بهادي العمي عن ضلالتهم، وانت ملكش سلطة عليهم، ما انت لست عليهم بمسيطر. بس اتباع الكهنوت صوروا لك انك انت اصلا انت مش فاهم الكلام ده، اصل الكلام ده يحتمل تاويل معنى اخر. هو مين قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ان دي حسب ارادتك انت؟ لا ده انت ما انتش فاهم. يعني ربنا سبحانه وتعالى انت هتفهم اكتر من ربنا؟ ربنا سبحانه وتعالى اللطيف الخبير، الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، الا يعلم من خلق. ربنا اللي عالم ضعفنا وعالم ان احنا جهله، وعالم ان احنا على قدنا، وعالم ان احنا ماشيين فيها بالستر، وعالم ان احنا مش كلنا بندرس في التفسير وكتب النحو وكتب الصرف وكتب الكهنوت اللي موجوده دي كلها والمدارس الكتير اللي انبثقت من كتب التراث الموازي، عارف كل ده وسيبنا كده؟ لا طبعا. قال لك بس اسال واذا سالك عبادي عني فاني قريب. اللي ما عندوش ثقه في ربنا يا جماعه، اللي ما عندوش ثقه في ربنا يراجع معنى اسلامه، اسلامه لله من كل طائفه، اذا كان يهودي ولا مسيحي ولا نصراني. طيب انا قلتها قبل كده وبكررها تاني،
الذي يسأل إلهه، الذي يسأل إلهه ولا يجيب عليه، اعرف تماما ان ده مش إله. يعني انت لو سألت إلهك الذي تعتقد فيه وما جاوبكش وما حسيتش ان الإجابة جات لك، اعرف ان ده مش إله. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى في القرآن بيبين لنا، بيقول ايه؟ واذا سألك عبادي عني فاني قريب. تعمل ايه يا رب؟ اجيب دعوة الداعي اذا دعاني. يا وفي سورة الاسراء يقول لك ايه؟ كلا نمد اللي يريد الدنيا يا جماعة ويتمتع بالدنيا وما مش عايز اخرة هنديله والله. طب واللي عايز الاخرة وسعى لها سعيها هنديله برضو. فربنا سبحانه وتعالى هو ده ميزان ربنا الجميل، ميزان ربنا الرحيم، انه سال الكل يختار، انه اداك حرية الاختيار اصلا انك تعبده وتعبده ازاي او لا تعبده اصلا. تخيل، لان ربنا جميل، ربنا اسمه الرحمن الرحيم. عشان كده سيدنا شعيب قال لهم فما ظنكم برب العالمين، انتوا فاكرين ربنا ايه؟ يعني ايه اللي انتوا متخيلينه عن ربنا؟ هو ربنا اللي اسمه الرحمن الرحيم من رحمته بالثلاث طوائف المختلين عقليا واللي سابوا كتبهم الأصلية اللي ربنا أنزلها واتبعوا كتب الموروث واتبعوا الشيوخ وأهل العلم والرهبان والأحبار واتخذوهم أربابا من دون الله، ربنا مش رحيم بيهم؟ لا رحيم بيهم. عشان كده المهدي ضرورة حتمية عشان ما يسيبهمش لقمة سائغة للدجال اللي لحس عقولهم على مدار عقود طويلة وأجيال متتابعة في أنه صرفهم عن كتاب الله اللي نزلوا ليهم ورموا كتاب الله وراء ظهورهم. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى من رحمته بالثلاث طوائف وغيرهم والله ليكون نذيرا للعالمين، يجي حد يفوق الناس قبل ما الدجال يستحوذ عليهم، استحوذ عليهم الشيطان قبل ما الشيطان يحكم هذه القبضة الحديدية ويفتكر بقى ان هو ايه بر بقسمه عند ربنا. ما هو الشيطان برضو عايز يطلع ذكر عند ربنا، عايز يطلع واد جامد، الشيطان عايز يقول له انا صدقت وعدي عليهم، عايز يقول لربنا انا صدقت وعدي عليهم اللي انا وعدتك رب بيه، ان طلع بني ادمين دول اولاد ادم دول اللي انت اخترتهم يكونوا خلفاء في الارض وان هم يعمروا الارض بدلا مني ومن ذريتي، انا هوريك هم هيعملوا ايه في بعض، هيقتلوا بعض ويسيبوا كتابك وكلماتك وبيناتك ويلجأوا لغيرك ولا تجدوا أكثرهم شاكرين. مش عايز أطول على الناس، قلنا إن المهدي ضرورة حتمية، ده من رحمة ربنا سبحانه وتعالى نذيرا للعالمين. المهدي موجود في القرآن وضلالات الكتب الموروثة في ثلاث طوائف موجودة في القرآن. اللي عايز يقرأ ويجيب العهد القديم مش زي ما كتب التراث أقنعوا المسلمين، قالك إزاي نقرأ كتب التراث، إزاي نقرأ كتب غير المسلمين، وما أنت هتتثبت من دينك إزاي؟ تعرف إن القرآن بتاعك ده كلام ربنا ولا لأ إزاي؟ لما تجيب العهد القديم كده والعهد الجديد كده والقرآن وتحطهم على الترابيزة التلاتة وتاخد بداية الخلق في الثلاث كتب وتجد إن اللي أخفاه الشيطان والدجال في العهد القديم والعهد الجديد ربنا فتحه في القرآن. الخزعبلات اللي موجودة وإحنا عرفنا قابيل وهابيل والغراب والكلام ده، اللي عايز يعرف القصص دي، القصص دي موجودة في أول صفحة في العهد القديم. عشان تعرف إن كتب الموروث مهاش كتب دين، مهاش دين، ده واحد كتبها لك بحرفية شديدة وقال لك ان الدين بتاعك هو اللي جابها لك. لو انت قرأت بس مسكت انجيل كده وحاولت تقرأه عهد قديم او عهد جديد هتجد ان القصة واحدة في الثلاث طوائف بس لعب عليك ومفهمك ان ده بس موجودة هنا، لا موجودة في الثلاث طوائف، والخزعبلات موجودة في الثلاث طوائف. بس عشان القرآن ربنا سبحانه وتعالى جعله كتاب لا ريب فيه، يعني لا شك فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وعشان ان الدجال ما يفكرش انه قدر يضحك على الناس، هيجيب ربنا سبحانه وتعالى وهيبعث من أمة آخر الزمان رسول عشان يتمم ويستجيب الله لدعوة سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. يعمل ايه الرسول ده؟ يتلو عليهم اياتك، مش احاديثك ولا حديث التراث ولا الخزعبلات الموروث، يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة، ويعلمهم الكتاب اهو الكتاب
اللي ادال سيدنا يحيى، واللي ادال سيدنا عيسى، واللي ادال سيدنا موسى، واللي ادال سيدنا محمد. ده الكتاب، وانه في ام الكتاب لدينا العلي الحكيم. هو ده المهدي اللي هيجي في اخر الزمان، هو ده المهدي اللي هيقيم الحج على الثلاث. لما تلاقوا واحد في اخر الزمان ظهر وربنا بعثه يعني من البعث، انه ظهر يعني وعلى ذكره واصبح يحاجج المسلمين واليهود والنصارى بكتاب الله بالقرآن مش بالموروث، وتجده امرت ان اعبد الله مخلصا له ديني، متوكل توكل حقيقي على الله، يعني مسلم حقيقي على الله كما اجداده الانبياء. لما تلاقوا المواصفات دي في شخص، سيبكوا بقى من المواصفات الشكليه والحاجات الخزعبلات اللي الناس عماله تتكلم فيها، والدجال قدر برضو يخرب فيها برضو شويه عشان ايه يلخبط الناس. لا تهتموا بالشكل، وروحوا صوت الحجرات كده بعد ما جعلكم شعوبا وقبائل لتعرفوا وتعرفوا ايه بقى. بعد ما تعرفوا ببعض كده وكل واحد يجيب كتابه كده ونقعد نقرأ مع بعض ونتفقه ونستنبط للبحث عن الحق والوصول إلى الله، مش عشان نعاند بعض وننطح في بعض ونكسر في بعض ونقول مين اللي هينتصر، لا، لتعرفوا، تعرفوا بعض وتعرفوا انكم اخوات في الانسانيه، وتعرفوا انكم من اب واحد وام واحده، وتعرفوا انكم من ادم وادم من تراب، وانكم كلكم راجعين لربنا سبحانه وتعالى، وانكم كلكم عباد سواسيه عند الله. تعرفوا ايه بقى؟ ان اكرمكم عند الله اتقاكم، اتقاكم لله خوفا منه وخشيه منه، وخشيه الوقوف امام الله وده متعطل، وخشيه الوقوف امام الله وده مش سليم، قلب مش سليم، وده وقوف خشيه ووقوف امام يد الله وانت ما قراتش كتابك، وانت ما تدبرتش، وانت ما نظرتش في السماء والارض وقلت يا رب ما خلقت هذا باطلا، يا رب انت رحيم بينا، انت رب فعلا الرحمن الرحيم، مش زي ما الشيطان والدجال صور في كتب الموروث ان ربنا مستنينا بالشوايه فوق وحفلات الشواء والباربيكيو اللي الملائكه جاهزين وقاعدين يسنوا السكاكين دلوقتي، والف نار حتى اسودت، والف سنه حتى ابيضت. يا جماعة ده احنا بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، الله رؤوف بالعباد، الله لطيف بعباده. كل الجمال ده بتاع ربنا، الشيطان والدجال قدر يقنع اصحاب الموروث من الثلاث ضوائف ان ربنا هيقطعكوا حتت. ربنا اسمه الرحمن الرحيم، فلما تلاقوا المهدي اللي جاي يكلم بصفة الرحمن، اللي جاي ينادي الناس للرحمن الرحيم، اللي جاي ينادي الناس بالتوحيد الخالص والإسلام والانقياد الخالص لله، لما تلاقوا ان في واحد لا يخاف الله لومة لائم، لما تلاقوا واحد واقف للثلاث طوائف بالمرصاد وما يخافش من الشيطان نفسه، لما تلاقوا واحد بالمواصفات ده اعرفوا ان هو ده المهدي. لما تلاقوا واحد بقى بيقول لك احنا كلنا حبايب اكلين شاربين سارقين نهبين مع بعض، اعرفوا ان ده الدجال. ليه؟ لان ميزان الدجال ميزان العوج. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. هو ده الدجال، وهي دي فتنة الدجال اللي موجودة في اول سطر من سورة الكهف، الميزان المعوج. ويل للمطففين، المطففين اللي عايزين ياخدوا حقهم بس، اللي عايزين ينتصروا لنفسهم بس، اللي عايزين يبانوا هم شعب الله المختار. كلكم لآدم وآدم من تراب. أشوفكم بخير، مش عايز أطول على أخواتي، وإن شاء الله بإذن الله لما ربنا ينعم علينا بقوة وبصيرة من عنده نحب نوزعها على أخواتنا. وبكرر تاني كل اللي احنا بنطرحه، وجهة نظر ورؤية وتدبر وتوصية بالحق وتوصية بالصبر. اللي مش عاجبه الكلام بتاعنا مشكورا انا بعتذر لك، ما تاخدش سيئات بسببي، اعتذر انا بعتذر لك ان كنت انتسبت للقناة او اشتركت فيها. مش عايز اطول على اخواتي والله، بس يعني من رؤيتنا اللي احنا شفناها في كتاب ربنا سبحانه وتعالى ان احنا داخلين على زمن الفتن الكبيرة، زمن الفتن الكبيرة، واللي مش هيبقى مستبصر بكتاب الله بس، بكتاب الله بس، ومستمسك بالعروة الوثقى التي تربطه بالله بس دون إدخال أي حد واسطة ما بينه وما بين ربنا سبحانه وتعالى، هو اللي هيغرق في فتنة الدجال. طب اللي مستمسك بالعروة الوثقى واللي متمسك بكتاب الله وحبل الله المتين وبيعتصم بالله وعنده ثقة في الله إنه هيعطيه من سؤاله،
هو ده اللي هينجو فيه الفتن، زمن الفتن اللي جاية. أشوفكم بخير، ودعواتكم يا رب إن شاء الله يرفع الظلم عن أهل غزة، ويرفع الظلم عن السودان اللي الناس مش داريانة أصلا السودان بيحصل فيها إيه، ويرفع الغشاوة على العرب والشعوب العربية اللي هي داخلة في فتنة الدجال وغرقانة لغاية شوشتها زي ما بنقول في مصر يعني. وربنا يخفف عننا في مصر الأزمات اللي جاية، وربنا يظهر الحق إن شاء الله على إيد عباده المختارين. دمتم بخير، أشوفكم في الحلقات جاية. سلام عليكم.